بكم أصدقائي، سوف نرى اليوم كيف تقوم بإرسال ملفات من جهازك جهاز الحاسوب إلى جهاز حاسوب آخر. هذا يحتاج منك شيئا واحدا فقط، وهو أن تكون أنت والحاسوب الآخر متصلان بنفس الشبكة. نعم، هذا كل ما في الأمر. وسوف نحتاج سنحتاج فقط برنامج صغير جدا لهذه العملية، وهو برنامج اسمه دكتو يا أصدقائي، كما ترون هنا. انتظروا. نعم، هذا هو البرنامج، هذا هو البرنامج يا أصدقائي، اسمه دكتو باديز. إذن هنا لا يظهر الحاسوب الثاني، لماذا؟ لأنك تحتاج أولا لفتح نفس البرنامج في الحاسوب الآخر. نعم، تفتحه هنا وتفتح نفس البرنامج في الحاسوب الثاني، بعد ذلك تختار الملف وتضغط على إرسال مباشرة الملفات بكل بساطة. غير ذلك تريد صفت تقدر تريد تصفت الملفات من الحاسوب كي يعني من البي سي، كتنصف البي سي اونلاين ملي كتسكر. خصك البرنامج زوندواز اسمه دكتو، غادي تستخدم تحل البي سي، تستخدم تحل البي سي اونلاين اللي تريد تصفت الملفات. غادي تستخدم غير تترزم البي سي، ترزم تحل البي سي، صافي غاكود انا رجعت تبين السميه نصغي. المهم هو التنم غير في الشبكه الانترنت، مثلا مثلا تكونيكتا محيسيان الواي فاي باش هذاك يبين غيد. تدرت فلاس اختارني داكو ديال الملف اللي درت الصفت من غيد مباشره، ندير التنيك ديك هذيك الشرح هي تما. ادرت لايك، لا تنسوا ان تضعوا لايك واشتراك في القناه، وشكرا لكم.